افتح لك انا يا كوكي. لا لا مصدق مصدق ميه. النضارة دي ايه النضارة دي؟ بص يا بابا استنى نفتحها ونشوفها مع الجماعة. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. ما تنسوش تشتركوا في ايه؟ في الانستجرام. الانستجرام؟ الانستجرام. الانستجرام. اشتركوا في الانستجرام. النهارده بقى عامل لكم فيديو جديد وجايب لجوري وكارما هديه. انا جايب لكم هديه، تتوقعوا هي ايه؟ عروسه؟ لا. عربيه بتمشي بالريموت؟ لا 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 لا، ما انا جبتها لكم دي. ازازه ميه؟ ازازه ميه. حلويات؟ ايه حلويات دي؟ صندوق حلويات. صندوق؟ لا. ايه الحاجات اللي انتم بتتخيلوها دي؟ طب ما تطلع الهديه. انا اقول لكم جبت لكم حاجه حلوه بس يعني انا غلطت غلطه، فمش عارف بقى هتسامحوني عليها ولا لا. الحاجة دي أنا جبت منها اتنين بس، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. كارما أكيد هتاخد الصغيرة. لا أنا الكبيرة. لا أنت الصغيرة. لا هو المفروض يا كوكي أنت تاخد الصغيرة وهي تاخد الكبيرة. لا أنا الكبيرة ماليش دعوة. طب احنا نلعب كيلو بامية. ماشي. نلعب كيلو بامية بالراحة. هيطلع هو اللي هياخد الكبيرة. ماشي. يلا. كيلو بامية. إيه كوكي اللي تلعب. كوكي اللي تلعب هي اللي تاخد اللعبة الكبيرة وتجيب اللعبة صغيرة. عادي عادي عادي، هما الاثنين حلوين على فكرة. بس المهم ايه؟ المهم اللي هيطلع في اللعبة او هيطلع في اللي انا جايبها دي بتاعتنا كلنا. ماشي ماشي. لا. ايه؟ ليه لا ليه؟ كده ده احنا بس للاطفال. لا انا مش هلعب معاكم، بتاعتكم انتوا الاثنين. طيب خلاص ماشي برضه. امال ايه الاطفال؟ مين الاطفال؟ طلعها بس عشان احنا مستعجلين عايزين نشوفها. طيب ادي دي البيضة الكبيرة اهي. دي كبيرة؟ بجد؟ كبيرة عاملة ازاي؟ أنا هاخدها الكبيرة. عجبتك؟ آه. بص بقى البيضة الصغيرة. الله. دي الكبيرة. بص 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 الفرق قد إيه. بص أهي. أنا الكبيرة. أنا البيضة. بص المفروض إن فيها لعبة بقى أو فيها حاجة. فيها لعبة. نفتح ونشوف. إيه؟ وريني كده. نفتح ونشوف. أنا ديناصور. إيه ده إيه؟ ديناصور. ديناصور ده. يا جماعة أنا بفتحها. يلا نفتحها. افتحها لي وأنا افتحها. ازاي دي؟ شيل الورقة الأول. شيل الورقة من هنا كده الأول؟ أنا بفتح بتاعتي. استني بقى عشان أفتحها. فتحتها ازاي؟ فتحتيها ازاي يا بنتي محظوظة؟ أنا بسم الله. ثواني ثواني عشان طب هات نفتح دي ونشوفها مع بعض الأول. استني يا كوكي نفتح دي ونشوفها الأول مع بعض. بسم الله. نفتحها هنا قدام الكاميرا. ايه ده؟ الله كيف ده بني؟ ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ دي بتلف يعني؟ دي نحلة؟ ولا ايه ده؟ لا دي بتتفتح. دي كيف؟ استنى يا جماعة. لا نعرف حاجة حاجة معلش، ورينا دي ايه الأول؟ دي الزهرة. ايه الزهرة دي؟ معرفش. بس أنا عرفت. أنا عرفت دي. ماشي. صفارة. وأنا عرفت إيه دي برضه. إيه دي؟ نحلة بتلف بس الأخضر ده بيبان بيبقى شكله حلو يعني. هتعمل كده بتلف. حلو حلو. إيه ده بقى ده؟ ختم ختم لها لها ختم. الله بس كلمة بتعمل اختم عامل كده. طب والله اقسم بالله العكس. طلعلي طيارة. ان شاء الله ختم انت كمان. طلعلي طيارة. طلعلي كومبون. كومبون؟ كومبون. كومبون. يلا نفتح بتاعتي. كده دي البيضة بتاعتي. حاجات طلعت لجوري حاجات حلوة قوي. دلوقتي هنفتح الكبيرة. افتحها ازاي بقى؟ ثواني نحاول نفتحها بقى. هتفتحها لك زي ما فتحت بتاعتي. انت فتحتها بسنينك صح؟ لا مش بسنيني هيك. وريني. وريني. تاكليها ليه؟ هي بتاعتك عشان تاكليها؟ ما تفتحهاش، انا اللي هفتح اللي جوه. انا اللي هفتح اللي جوه. افتحها لك انا يا كوكي؟ لا لا مصدق مصدق ميه. انا اللي اخد النضاره دي. ايه النضاره دي؟ بص يا بابا استنى نفتحها ونشوفها مع الجماعه. ايه؟ مفتاح بتنور. ما دي بتنور. نور ازاي دي؟ دي الصفارة دي؟ استنى. ايه ده؟ ايه ده؟ مش صفارة. ده صفارة. اهي. طبعا طبعا في بونبون كتير جوه اهو. هم حاطين بونبون كتير. بص يا جماعة دي كده مقفولة لما تتفتح. هذه بتاعتي يا بابا. ثواني يا ثواني يا بابا ما نشوف ايه اللي جواها. البتاع مش عايز تقفل ليه؟ خليها كده. ايه؟ بس لا حرام. ثواني ما ده حرام ايه؟ احنا ضربناها. ورينا النظارة. حاضر ثانية. لا ثواني النظارة ايوه كده. شياكة شياكة. هو مصدف ثانية.
ايوه ما احنا شفناه. الله جميله. واو ايه ده سريت دي؟ انت شايفاني بعيد صح؟ اه شحشوني يا بابا. بس هاتي حبيبتي هاتي يا ماما. بس يا ماما بتاعتها يا ماما. لا ايه ده يا ماما بتاعتي في كبيره ولا صغيره؟ لا في الصغيره. طب استنى تتكسر تتكسر. هتلعب بالكبيره. اه ثواني انا اجربها انا بقى. يلا. شكلها وحش عليك. وحشه بجد؟ اه. انا عايز اقول لكم على حاجه. قول. انا مش شايف حاجه. هو كده شفت الحمد لله. وحش بقى. يا جماعه نظاره الكرمه عجبتكم ولا ما عجبتكمش؟ عجبتني وصلت الكرمه احلى من بتاعتي. انا بجيب لك واحده جديده بقى. لا اه ما انت خسرت في الكيلو بانيه اللي احنا عملناها. لا يعني بقى. وقبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه مع عائله ابو جوكا. و سلامه سلامه باي باي.